هلا والسلام عليكم. اليوم راح ناخذ فحص بعض الزيوت اللي تم استخلاصها بالطريقه البارده. عندنا مجموعه زيوت مثل ما تشاهدون، الكلاكتوز وجرجير ونعناع، كذلك عندنا السدر. هذه طرق تم استخلاصها بالطريقه البارده، راح نشخصها بواسطه الدي سي ماس. عندي هنا ست انواع من الزيوت الثابته فيكست اويل لمجموعه من النباتات اللي هي الجرجير، الكلبتوز، السدر، الكونكابريس، النعناع، الريحان. بالاضافه الى ذلك الطالب جلب معه الغده او غدد العثه اللي هي تفرز الفرمون. ايضا راح نشخصها بواسطه الجي سي ماس مثل ما شايفين. الان احنا في العينه تقريبا قبل الاخيره تم تشخيص هذه الزيوت، راح نلاحظها. لاحظ هنا هذا زيت يوكاليبتوس، راح نشاهد اعلى بيك نشخصه. تلاحظون اعلى بيك وطلع اليوكاليبتوس مثل ما شاهدون، هو اعلى بيك والتطابق ب 93. اذا هذه هو مركبات زيت الثابت وليس زيت العضري، زيت الثابت اليوكاليبتوس.